اهلا بحضراتكم من جديد، ودلوقتي وصلنا لفقره نبض 100 عوبه. خلونا نروح لبث مباشر من داخل نادي الزمالك وناخد فيه زميلتنا المميزه دائما علا القائد عشان تقول لنا كل الجديد من داخل النادي. يا علا نهارك ابيض وصباح الفل. بصبح عليك زميلنا العزيز خالد غانم وبصبح على جماهير نادي الزمالك العظيمه. نحن دائما وابدا نتعافى بالزمالك والزمالك ايضا يتعافى بجماهيره. يمكن بكره في مباراه هامه جدا، مباراه وديه مع الهلال الليبي استعدادا طبعا لابو سليم يوم 26 الجاري. مباراه ان شاء الله طبعا، وزي ما قال تصريحات كابتن معتمد جمال طبعا قال عن المباراه ان احنا مباراه الهلال هتكون استعداد، هي البروفه الاهم والاقوى، لان الشغل طبعا او اللعب الافريقي بيتطلب طبعا قوه بدنيه اكتر. يمكن ده يعني من خلال ماتش الهلال غدا ان شاء الله هيكون يعني بروفه قويه وهامه ايضا عشان نقدر نقف على النقاط الثابته وعن كمان مين هم اللعيبه اللي هيكونوا موجودين. يمكن كان في لقاء مع كابتن معتمد جمال من كام يوم كده، يمكن في ماتش توت عنخ امون، وصرح تصريحات الحقيقه انها تصريحات كانت هامه جدا. يعني الراجل كان عنده بلان 1 وبلان 2 وبلان 3، الراجل قال كلام محترم جدا، يمكن واقف على ارض الواقع اكتر، عنده كل مشكله وليها حل. ان شاء الله طبعا كلنا ثقه في كابتن معتمد جمال، وان شاء الله كل التوفيق للزمالك باذن الله. لكن خلينا نتكلم مع كابتن محمد جمال عضو اللجنه الفنيه بنادي الزمالك عن مباراه ابو سليم. نهارك ابيض. صباح الفل علا، صباح الفل على صديقي العزيز كابتن خالد غانم سلطان. خالد كان لعيب كويس برضو زي اخوه احمد، اخر مره شفته هنا في الملعب من الوز بقى. طبعا ولاد الكابتن غانم سلطان ده يعني انا بقول بابايا في الكوره. كابتن غانم سلطان هو اللي اسسني في نادي الزمالك كويس، هو اللي اول مره يعني مسكت هنا في النادي، مسكت من خلاله ورا كرئيس قطاع ساعتها، داعم ليا. هو طول عمره بيقول لي انا عندي ثلاث ولاد، احمد وخالد ومحمد جمال، انا اتشرف ان انا ابن من ابناء كابتن غانم سلطان. طبعا مباراة ابو سليم، اتكلمنا عن المباراة وعن الاستعدادات وعن الماتشات الودية لتوت عنخ امون ووجود اكيلولا وسامسونج طبعا، وهدف وهدفين مهمين، وتألقه في ماتش بيراميدز، وكمان استعدادات غدا باذن الله مع الهلال الليبي، وده بشكل يعني افريقي. دايما كان بيقول اللعب الافريقي بيحتاج يعني بيبقى اللعيب عايز قوة شوية، ويمكن الهلال يمكن بروفة مهمة. بص هنتكلم على كذا نقطة مهمة. سامسونج لعيب مميز جدا، من أول مباراة أثبت نفسه، بس للأسف ما خدش كتير. إحنا شايفين يعني لعيبة تانية في النادي المنافس بيصبروا عليها مرة واتنين وعشرة لحد ما بيبقوا كويسين. للأسف سامسونج اتحكم عليه في ثلاث أربع مباريات بس، ومن خلاله للأسف مستر أوسوريو كان بيستبعده باستمرار. أنا اتكلمت قبل كده معاكي قبل ما مستر أوسوريو بيمشي بأسبوع، وقلت لك إحنا الزمالك الطريقة اللي بيلعب بيها مستر أوسوريو كأننا بنلعب كأن لعيب كويس بيلعب وهو أعرج. يعني كان في ليه عندنا سكواد كويس جدا، عندنا لعيبه مميزه جدا. انا شايف خط الهجوم والوسط عندنا من احسن اللعيبه في مصر، اللي هي الحته التكميليه للجون. هي مشكلتنا كانت المشكله الدفاعيه، عشان للاسف بس احنا يعني بنلعب غلط. يعني احنا كنا بنلعب غلط، بنلعب دايما على خط واحد، بنلعب دايما الناس، احنا عندنا بطء شويه في حته المدافعين. لعيبه اجسامها كويسه بس البطء، كان لازم يبقى في حد بيغطي. الكلام ده كله كابتن معتمد جمال طبعا ده كان كابتن النادي هنا، واتشرفت اللي انا لعبت معاه في الفريق الاول، ومدافع كان من المدافعين الجامدين جدا. مر بنفس الظروف يا كابتن، يمكن هو طلع 19 سنه مع فطاحله وعمل اداء رائع جدا، ويمكن مر بنفس الظروف اللي بتحصل دلوقتي وهي عمليه الاحلال، ولسه هنتكلم مع حضرتك برضو في صعود ناس من قطاع الناشئين والتطعيم بيهم مع الفريق الاول. طبعا كابتن معتمد كان من احسن المدافعين في مصر، لولا الاصابه كان زمانه في حته تانية خالص، كان زمانه لاعب كاس عالم وكمل. بس للاسف يعني الاصابه هي اللي يعني عطلته شويه. كابتن معتمد ابن من ابناء النادي المخلصين، انا كنت فرحان جدا جدا اللي احنا اجلنا موضوع المدرب الاجنبي. دلوقتي عندنا كوادر كويسه في نادي الزمالك من الناشئين لحد فوق. كابتن مدحت عبد الهادي عاوز اديله حقه برضه، تعب كتير الفتره اللي فاتت وحاول
يحاول يعني يساعد مستر اسورو، بس للاسف مستر اسورو كان يعني فكره كان يعني مش ماشي على القماشه بتاعه اللعيبه للاسف، عشان كده النتائج كنت في مباراه ما كان بيلعب كويس كنا بنكسب بالخمسه والسته، مباراه زي المقاولين وزي سموحه، في مباريات ثانيه بتبقى سهله، ثاني مباراه المفروض تثبت تشكيل ما كانش بيثبت تشكيل، لا كابتن معتمد جمال خلاص اكيد اتفرج من بره، اكيد الفتره اللي فاتت دي قعد مع اللعيبه شاف كل المستويات، هيدي كل واحد حقه، احنا مش عاوزين غير كده نلعب بالطريقه الصح، انا عندي مشكله دفاعيه لا نلعب بثلاثه ورا ونلعب ديفندر نمره سته وديفندر نمره ثمانيه، ما ينفعش العب بديفندر دونجا كان دايما بيلعب لوحده ايام مستر اسوريو، فطبعا كابتن معتمد جمال الحته الدفاعيه دي عنده مميزه، وانا طول عمري بقول الفرقه كويسه الفرقه اللي مش بيجي فيها جول، الفرقه الكبيره، انا لو دفعت كويس يا علا هعرف عندي حلول فرديه كبيره جدا، عندي قدام خط هجومي عالمي بقياده تشيكا وزيزو اوباما ومعاهم سيف الجزيري طبعا وناصر مرسي جاي في الطريق، وعندنا سامسونج، الحته الهجوميه دي انا ما عنديش مشكله، انا لو ظبطت الحته الدفاعيه صدقيني يا علا نادي الزمالك هيبقى في حته ثانيه خالص الفتره الجايه. نرجع بقى لابو سليم وعلى المباراه، وعايز اسال حضرتك بقى بشكل فني عن سامسونج وقوته الجسمانيه، ودي طبعا يعني شكل افريقي واللعيبه الافريقيه بيبقى لهم طبع خالص يمكن القوه الجسديه، وجود سامسونج ووجود طبعا عناصر مهمه داخل الفريق وتصعيدات بقى الناشئين، عايزين بقى حضرتك رد على موضوع سامسونج وعلى كمان التطعيمات الجديده. لا هو سامسونج زي ما اتكلمنا في الاول مش عاوز اعيد كلامي، مهاجم قوي جدا مميز، انا يعني عنده سبرنت بيعرف يحط جسمه بشكل كويس جدا، انا كنت بلعب مدافع قبل كده وعارف النوعيه دي من المهاجمين يتعبوا اي خط دفاع، بجانب سيف الجزيري وناصر منسي انا عندي ثلاثه من احسن ثلاثه في مصر، يعني مع احترامي لاي نادي في مصر دلوقتي ما عندوش ثلاث مهاجمين بالكواليتي العالي ده، بس اللي يعرف يوظفهم اللي يعرف يخرج منهم كل الامكانيات بتاعتهم، ما بيعتمدش على واحد والباقي يدفنه تمام، حتى يعني الفتره الاخيره المستر اسوريو للاسف كان بيلعب اماما والثلاثه عنده ما بيشاركهمش خالص، فدي مش سمات الفريق الكبير، سمات الفريق الكبير اللي احنا طول عمرنا بنلعب باثنين مهاجمين، وفي اوقات لو انت مش يعني مش كسبانه بتلعبي بثلاثه مهاجمين، ده اللي انا اتعودت عليه في نادي الزمالك بطولات من الناشئين لحد الفيرست تيم، هو مستر اسوريو كان عنده طريقه بصراحه مش ماشيه خالص، انا فرحت انا من كنت من اسعد الناس لمستر اسوريو، طبعا مدرب كبير ومدرب عالمي بس طريقته مش ماشيه معانا، وهو كان عنده فكر مختلف شويه وعطلنا كتير، خرجنا من بطولات للاسف، الناشئين عندنا ناشئين جامدين جدا، احنا بقى لنا خمس ست سنين بنطلع ناشئين جامدين جدا، عندنا الجيل اللي جاي 2003 دفع بيهم في المباراه القادمه، يعني حضرتك شايف ان هو ولا المباراه هتبقى يعني لا عايزه اغرس الخبره اكتر؟ لا صعب شويه الفتره الجايه، لا بس في الدوري ممكن، يعني انا بشوف في الدوري عندنا لعيبه مميزين من 2003 و2005، الجيلين دول من احسن الجيلات اللي جايه في مصر الفتره الجايه، يعني احنا قدمنا قبل كده 99 وبعدين 2001 طلع منهم خمس ست لعيبه كويسه، انا بطمن جمهور نادي الزمالك في 2003 و2005 طالعين خمس ست لعيبه مميزين جدا يلعبوا للزمالك لمده 10 15 سنه جايين باذن الله. ان شاء الله يا كابتن، شكرا ليك طبعا، شكرا على التحليل المنطقي وارض الواقع اللي طبعا شفناه مع كابتن معتمد، والتحليل مع حضرتك طبعا اللي يعني بيدينا فايده كبيره، بشكرك جدا ونهارك ان شاء الله نهارنا ابيض، وباذن الله الزمالك قادم الفتره الجايه بمستوى وشكل مختلف تمام باذن الله. شكرا يا علي. شكرا خالد، ده كان لقاء طبعا مع كابتن محمد جمال، و كل التوفيق طبعا لنادي الزمالك غدا في المباراه الوديه، احنا زي ما بنقول كده هي بروفه هامه جدا لمباراه ابو سليم في يوم 26 من الشهر الجاري، كل التوفيق لنادي الزمالك على جميع الاصعده، وبالتاكيد يا خالد عوده ليك مره اخرى. يا علا بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر اكيد الكابتن محمد جمال يعني واحد من نجوم نادي الزمالك السابقين واللي كان ليه تاريخ كبير جدا في الدوري المصري.